سمعكم. حنا عندنا المشكل ديالنا هو اننا كنا خدامين مده ديال 14 سنه في واحد الشركه ديال الفيتنس، شركه ديال عندها عديد ديال الفروع ديال الرياضه ديال لي كلوب. مشينا واحد النظام ديال اننا كنخدموا 3 ايام في السيمانه، كنخدموا فيها 16 ساعه و 3 ايام اخرى كنخدموها في كنمشيو نديباني في لي صغرين. من وراء هاد الكوفيد هذا حتى لقينا ولات عندنا باترون اخر، ولات عندنا تسييرات اخرين اننا نفرضوا عندنا نخدموا يوميا. ملي قلنا لهم اوكي واخا نبركوا مع لو باترون، حنا عندنا لو باترون ديالنا ولكن كنهضروا معاه. اما الباترون اللي جابوا لنا جديد دابا اول حاجه استهزأ بينا وما عرفش يتكلم معنا وسبنا، وردنا حنا دابا 14 سنه ديال 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 الكفاءات وديال ديال الخدمه اننا ما كنديروا حتى شي حاجه. حنا كنطالبوا غير دابا الباترون ديالنا الاصلي نهضروا معاه، والا بغينا نخدموا 8 ايام 8 السوايع في النهار نخدموها ونخدموا الغد اللي نخدموها عاوتاني 8 السوايع نخدموها في نفس الشركه اللي حنا مديكلارين فيها. حيت كاين دابا عندنا 7 ديال الشركات كل شركه بالاسم ديالها. ودابا كنطالبوا الطلب الاول ديالنا ونتعوضوا في شهر 3 باقا النص ديالو ما تخلصناش. بالنسبه للحاله ديالي انا بحال كاع لي كوليك ديالي قال لك لو بوست ديالي ما بقاش ديسپونيبل، ما بقاش عندي الحق في لو بوست ديالي، ما يمكنش ليا نخدم الخدمه اللي كندير انا. وقال لك نجلس 8 سوايع في البلاطو في لاصه اللي انا ديكلاري فيها، والغد لي نمشي لشركه اخرى انا ماشي ديكلاري فيها، وبنص ديال الثمن اللي كنت كنخدم. يعني المونطون ديال اللي كنت كنخدم فيه انا ناخذ غير النص ديالو، ونخدم 44 ساعه في السيمانه، ونهار نخدم في لاصال اللي انا ديكلاري فيها ونهار نمشي صال انا ماشي ديكلاري فيها. هذا الشيء الا قبلته، قبل ما قبلتوش نحط لا ديميسيون ديالي. باقا ما مخلصاش في النص ديال شهر 3، بلس اننا حنا دابا المده ديال عامين وحنا كنتوصلوا بالسالير ديالنا على مده شهر ونص، وكنتوصلوا به مقطع، كناخذوا 600 درهم مره 1000 درهم مره 500 درهم، يعني كدوز شهرين وحنا باقيين كنتخلصوا غير في شهر. كنبقاو ديما كنتسالوا شهرين، ديما حنا كنبقاو نتسالوا شهرين. ودابا خرجوا بقرار قال لك اللي بغى يخدم 8 السوايع كل مره نصيفطوا للشركه واخا ما عندوش في الورق مرحبا، اللي ما بغاش يديميسيوني. وحنا هذا الشيء راه كيتسمى الطرد التعسفي، يعني كيجريو علينا بلان ديريكت، ما بغاوش يوقفوا معنا. جابوا لنا واحد السيد فرنساوي تيسبنا كيهيننا كديروا والو، واللي ما عجبوش الحال يمشي في حالاته. وحنا ما متفقينش على هذا الشيء، وحنا غنبقاو نطالبوا بالحقوق ديالنا حتى يعطيوهم لينا. حنا ما كنعرفوش نخدموا وبغاونا نمشيو في حالتنا، لدرجه انه اللي كيقولوا لنا حنا ما سخيناش بكم سيروا ديميسيونيو. وما يمكنش انه يضربوا لنا 14 عام ديال الخدمه ونمشيو نديميسيونيو، خداونا اللحم ولوحونا عظم. اللهم ان هذا لا منكر، اللهم ان هذا لا منكر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عندنا ولادنا، عندنا لي تخيت، الناس عندهم الكرا، الناس مضرورين، الناس مضرورين بزاف وتكرفصوا علينا ولاو تيقولوا لينا قبلوا بهذا الشيء، ولا ما بغيتوش ما عندنا ما نديروا لكم. ما بغاوش يهضروا معنا، قال لك ما بقاش عندنا الحق ندخلوا مع الباب، ما بقاش عندنا حنا الحق ندخلوا مع الباب. واللي بغى يهضر يهضر مع داك السيد اللي جابوا لنا اللي اصلا عنده 74 سنه. اش غنديروا حنا مع واحد السيد عنده 74 سنه وماشي ديكلاري، وقال لك اللي دخل هضر معاه راه غادي يلقى ليه الحل اللي بغى هو، حنا ما عندناش الحق. انا بالنسبه ليا شحال هادي وانا خدامه هنا، من 2014. في 2018 شدتني واحد لا تيمور، شحال وانا كنداوي على شحال وانا تنداوي، فاند كونت جاتني لوبيراسيون مع كوفيد. كوفيد درت 3 ديال لي زوبيراسيون. ملي تنجي هنا تنهضر على حقي تنقول لهم بلي انايا مشيت ندفع لا بريزون شارج ما لقيتهاش، مشيت باش نبدل فاطمه في ميريزكو ما لقيتش شكون اللي يوقف معايا، حتى وليت تنقلب ديما على مساعده اجتماعيه باش كنمشي ندفع كاع لي دوسي ديالي لا سينيسيس بالنسبه للدواء بالنسبه لاي حاجه. وفي الاخر ملي تنجي تلقى عندي الديبي ديال كونسير، ديبي ديال كونسير. نهار جيت لهنا وقفت مع الدراري وهدرت معاهم، قالت لي انت علاش غادي تجي وخاسمات عليا وعيرتني قدامهم، راهم كاملين تيشوفوا شافوني ملي كنت كتعاير فيا، عيرتني قدامهم. الوغ انا ملي كنت بصحتي كنتي بغيتيني كنتي كديبلاسيني في كاع لي سونتر، فوالا خدمينا خدمينا خدمينا. ودابا ملي بغيت ملي وليت بغيت حقي وليتي كتقولي لي حق انت علاش خدامه معانا، علاش خدامه معايا؟ انا درت 3 ديال لي زوبيراسيون، عندي ديبي ديال ديبي ديال كونسير. انا هاي اخر عمليه هادي، ها انا هنا، ها انا هنا.
حتى لا شيميو حتى ما لقيتش لي وقف معايا ما لقيتش لي. انا في الاول كنت بغيتيوني ودابا ما بقيتوش بغيتيوني. ديروا معايا شي حل، حنا ما تتخلصش لينا كاع لا سينيسيس كامله ما تتخلصش. وعندي على اي حاجه على فهاد الهضره اللي شنقول عندي عليها بروف. لا سينيسيس كنت ديكلاري في الاول ملي جيت دفعت هذوك لي دوسي ديالي ما تقبلوش ليا لا بريزون شارج، ما تقبلاتش ليا نهائيا. يعني في لا بيريود ديال كورونا فيروس ما لقيتش اللي غيوقف معايا من غير مشيت دقيت شي بيبان هما اللي وقفوا معايا. منهم مشيت لميريزكو وقفت معايا المساعده الاجتماعيه وهذاك الشيء هو اللي. ولكن فاش جيت لهنا ودويت وهضرت على حقي قالت لي لا بعدا انتيا ما معاناش المانسيولتي، قالت لي شي كلمه ما كتقالش هضره ما كتقالش. الوغ كو انا افون كنت عاجباك كنت عاجباك خدمتي كنت شحال من حاجه. ودابا ملي عندي كونسير في راسي بدا الديبي كتقولي لي احقا ما بقيتيش معانا، حنا شكون اللي غيعطيني انا حقوق ديالي؟ دوبوي 2014 ديك لا غيف 2015 مشيت دفعت هاد لي دوسي، عندي كاع لي دوسي ديالي في الدار، عندي اي حاجه كتبت هاد الهضره ما تقبلات لي حتى شي حاجه، ميم لا بريزون شارج ما تقبلاتش. شنو حنايا علاش حنا من الصباح حنا كنضيعوا في روحنا؟ تنطالبوا اول حاجه باترون ديالنا يجي يجلس معنا اطابل، هذيك هي اول حاجه. ثاني حاجه يشوفوا يقدوا لنا هذا الشيء ديال لا سينيسيس ديالنا، يشوفوا لنا لا سيتياسيون ديالنا يقدوها لنا كوم افون، ماشي غيعطيونا واحد الصالير اللي قليل.